عندي رسالة أيضا لك. إحنا صدناك بس إحنا نصدناك إحنا. أنا إداري ما جيت. أدعو لأخوك فإنه الآن يسأل. الآن نبغى الإيجابيات. هذه الإيجابي. أسمع هذه. هذا مرسل يقول الله يجزاه خير، يقول السلام عليكم يا شيخ، بلغ صاحب القناة أنه بإذن الله على خير بهذه القناة المحافظة، ونرجو أن لا ينقطع هذا البرنامج اللي هو برنامج الديوانية، ووقت العيد الإعادة أفضل. يعني الناس تشتكي من إعادة الصباح، مرة 9، مرة 9:15، مرة 9:30، يعني زي اليوم رسلوا الناس إلى 10، يقول ما بعد عيدت. ضبط الوقت في إعادة بعض البرامج وكذا. السكريبت أكيد اليوم، بس أمس جاء طلبات على حلقة الشيخ طلال، فقالوا قدموا أخر شوي بس، ولا 9:09 بإذن الله تعالى. أيوة السكريبت أصلا يعني عالي. ممتاز ممتاز، يعني مبرمج ويطلع في وقتها، لكن يمكن امس غيروا علشان حلقه الشيخ طلال امس كانت مؤثره وكذا. ما شاء الله، فسووا لها اعاده او اعادتين تقريبا. الله يجزاكم خير ووفقكم. حصل عمليه جراحيه في السكريبت، سبحان الله. كلمناهم قلنا انا مقدم واخره، لكن ان شاء الله هو خلاص اذا 9:09 بالمنظار يا شيخ. طيب احنا كل كلامنا طبعا هدفنا تطوير البرنامج، وبالعكس ان النقش على الهواء يكون افضل، يعني تكون المشاهدين يعني على وضوح وكذا. احيانا بعضهم يلومونا ليش ما تسوون كذا، ليش ما تسوون كذا. احنا نطرح عليك الاسئله اللي هم يسالوننا، فالقادم ان شاء الله تعدون المشاهدين بالافضل. وانا قبل الهواء ايضا اجتمعت مع اثنين من المسؤولين في القناه، وانهم ما شاء الله في تطوير جاي، وايضا اظن فيه كان برنامج الاستاذ ناصر الغامدي يتكلم برضو عن تطوير القناه، وحيكون في الجاي افضل وافضل باذن الله باذن الله. واجتماعنا اللي قبل شوي كان بخصوص تطوير برنامج الديوانيه، الاباء الديوانيه انه يرتب وكذلك يعني ضخ فيها اكثر، وان شاء الله ان شاء الله ينفع بالاسباب. هل بيكون الصباح ولا المساء؟ والله على حسب الجدول. لا مثلا البرنامج القادم اكيد بيكون الصباح. صباح البرنامج القادم نرجع الصباح. تسعى الله يوجهكم، احنا بها الصباح. يبي الصباح ابو صالح. انا ابغاها من الساعه 6. والله لو تمتد 4 ساعات ما عندنا مشكله. الله يمتعك. والله انها حلوه من 6 ابو محمد، ايش رايك؟ الله ما فيها 6 احيانا للي عنده مواعيد مستشفى واللي عنده يمدي. ليش؟ بالعكس تخلص تراك ما 7 8 9 خالص انت. بارك الله حتى 10 لك لين 10. طيب حلو، في دعوه حلو. بارك الله ولمتي في بكوريا. اي أيوة والله يا تقول من 6 القناه يا ابو راشد والكلام الجميع، ترى ان شاء الله بتوجه الى خير. سلام عليك. والدليل بارك الله فيكم، انا شاهدت جيراننا وكل شيء، يعني لها صدى عظيم جدا. اول ما هنا الحمد لله محافظه، وثاني شيء فيها حكم، وثاني شيء يستفيدون عليك. الكبير والصغير، فما يتجمل إلا من جملها الله. القناه لازم أنهم يتجملون، لازم يطلعوا لهم برامج جدد، وأنا متأكد إن شاء الله أنها من كل مرة تطوير بتطوير. فأنتم ما أنتم بذاخرين، لكن التبكير تراها أفضل شوي. صحيح. ما يرون الجماعة راقدين يا ابو صالح ولا ابو خالد. اي اقول راقدين الناس. صح من سريع الى تسع ولا نايمين. سلامتي يقوم يلحق عليها بنت يا يردها بنت. ان شاء الله ترتب. تسع زين تسع. والله تسع حليوه، لكن انا اقول حليوه ونبي الاحلى. انا اقول لك حلوه كلها حلوه. نعم. القناه ان شاء الله متوجهه الى خير باذن الله.